كان فيه قماش وينه؟ هو قماش ها قربت. يا القماش ما ينكل. لا ما ياكل. ليه؟ شو أنا حطيته هو يشب. ها شبه ولا ما كل لا ولا. يشتبع طول أو شيء ريحته يوم نحترق كأنه عود عادي بعدين يشب عاد عود. ما هو ذاك عاد المرة الأصلية صن يعني عود هنا. خلنا اكتب طيب يلا يا رجال خلنا ندش والله يا راسي نبي ينطق طيب. فاقول لك السالفه كان هناك فيه بدا شخص اسمه كوالا بدا ها بدا ما ادري هم كان فيه كوالا وكان إيه فيه البوالا وعاشوا حياتهم حياه سعيده وبدوا يتضاربون وكل شخص يمد يده على الاخر لا تعالين ايش اسمه والله ما عاد فيني من تحرك والله اني تعبان الحمد لله انا كويس بس راس تايبان دكتور تايبان يعني هذا مشكل كثير عاش 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 وذهب كوالا مع امبوالا وقال لاخوه ماذا بك هكذا حزين وإذا به يتألم ويقول لم أجد ما يؤويني من البرد القارس وقال له وهو يتأمل حاله لا تقلق سأشعل النار لكي نحتمي بها وتكف عننا برودة الجو وصقيع الثلج فرح كوالا وقام يهتف بابتسامة أوه إنك تساعدني يا أخي لذلك سنعيش حياة سعيدة وفجأة بلا أي مقدمات أتى الوالا وكوالا شيء عجيب أتاهم أسد من الجبل وقام يطعن فيهم الله يشغلك استغفر الله قام يطعن فيهم ويضربهم ويأكل لحمهم وهكذا يتألم ويصيح كوالا لمبالا أخي إنني أؤكل لا أرجوك أني أساعدك لا إنني أؤكل قال له الأسد سأكلك بكل ما فيك الريت مو بالصياح ترى خلاص مشتون وتألم جدا وعضه ونهشه الله. ومات الأخوان في قريص صقيع يا إلهي البرد. إنها قصة مؤثرة وتألموا وحزنوا اسمع القصة الحقيقية قصة حزينة اسمع القصة الحقيقية يا معاذ أيوة ذاك النهار وأنا عند الحلال عند البل لا 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 لا, لا. ابى تسلمي سالفه مغامره مغامره اسمع يلا ايه ذاك الحلال انا عند البل حلانه ايش عند الحلال وعند البل اللي هو البل اسلم وعندنا وش اسمه ابوي واخوتي وكان عندنا خلفات يعني اللي تون والدات فهمت خلفات يسمونها خلفات خلفات اسلم تعرف اني انا حاضر مفرد خلفه فهمت خلفه كان عندنا خلفات خلفه ايوه فكان عندنا خلفه فهمت؟ يوم عندنا الخلفة ايش صار؟ الخلفات اللي فكيناهن بعيالهن عشان يرعن وحنا نتقهوى في الغرفة اللي هي الكرفانة فا حبيبي نايف ريالتي مو بالانشاد خلى جعله يرقص يتقطع اسمعني وحنا نتقهوى وعايشين جونا ومستنسين اللي ايش صار؟ جاء الاسد لا جاء الاسد تني نلتفت كذا اللي ابوي يقول الخلفات ما هي موجوده لا اله الا الله ما هي موجوده تونا ترعى قلنا يلا تلقاها متقدمه قدام شوي بالشعب الثاني ولا ذا ونركب مع ابوي الموتر ويمشي ابوي احنا في الصندوق نعين الجره الجره تلبي هي تمشي يعني في جره ايش الجره يعني جراتها تمشي تحط رجلك تمشي في محل جره رجلك
اوه ايه؟ اثار قول يا اخي اثارها وعندما مع ابي في الصندوق ولا نرى الاثار يعني كانها تعد يعني هجت البل يعني كانت تعدي فهمت تركض ايوه فقلنا البل راحت ونلحق ورا دربها ونلحق نلحق نلحق ما لقيناها انت وهن والدات وعيالها ما يدي معدون اثارها ان هجن اللي بنرى الحن وجلس حنا متى الوقت عصير 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 ايه؟ الساعة أربع أربع ونص لا والله ما بأربع خمس خمسة ربع يا جوك عصر يا ولد تروح هناك إيه ويذن ويذن المغرب متى تغيب الشمس متى الساعة ثمانية ونص ستة وربع باقي ساعة المهم ساعة كاملة حنا ندور لقيناها قبل أذان المغرب وغروب الشمس بربع ساعة يعني قعدنا 45 دقيقة وحنا ندور ولقيناها وهذا الموتر مسرع زين أبوي إيش سوى نزلنا عند ردها وشي كانت هاجة رديناها كمخناها وهدت البل وهدت البل وأبوي ينزلني أنا وإخواني اللي معي اثنين فهد أخوي أكبر مني بسنة وسلطان أخوي أكبر أصغر مني بسنتين نزلنا عند البل مع بخلفات بعيالهن وأبوي قال أسلم عليكم بتوجه للديرة بجيب أغراض وبجي قلنا الله يستر عليك أبوي وأبوي توجه وأنا وإخواني نسوق البل زين حلو وحنا نسوق البل وش صار؟ جاء النمل لا ليه جاء النمل فحمنا تعبنا النمل 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 ليه جاء النمل حنا تعبنا فحمنا ضمينا دكاك ايه فمالك الا انك تقعد على جرتها فهمت ولا انك تدبر يعني عمرك على اثارها جرتها يعني تقدرون تستكشفون فيها وين اختفت المهم انها يعني تقعد ايه نستكشف فحنا اما ان نقعد ورا ولا ان ولا ايه 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 ف اما ان نقعد ولا ان ندبر اعمارنا مع البن قال اخواني يا عبد الله عبد الله انا دايم انا مسوي نفسي عني فاهم انا الناقه وهي تمشي اجيهم ما اقدر الوح فوقها قصير فهمت ما اقدر يعني اسوي مثل النص جين عدو كذا وينقز ظهرها كل ذا الطول وباقي ذا الطول ما شاء الله صغير صغير اقول لك قديمه يا اخي خليني هرج يا اخي قديمه طيب ليه تضربني؟ طيب خليني هرج هذه ثاني ضربه تضربني ارد خلاص سوق على راسي طيب اسلم فما قدرت الوح فوق ظهرها يعني الوح عند زي كذا وش سويت؟ ايوه ادنق رقبتها وهي تمشي الناقه وانقز على رقبتها كذا وتمسك بغرمها واسحب نفسي يا ولد تقول بالصراحه بلفظ ايش غرمها برمها ايش ذي؟ يعني الناقه كيف شكلها؟ في سنام صح؟ لحيه كذا وملتف ايه سنام ايوه ايه انا اجي عكس فهمت يعني هذا راسه زي كذا زي انا يوم ركبت لبد الثور بالعكس يعني ولا كيف؟ ايوه حلوه منعكس فهمت؟ ايوه متعلق واسحب نفسي وتعدل عليها عاد زين ايوه ايوه فكان اخواني ايش يعني انا اقدر ارقى الوحيد اللي اقدر ارقى كذا اخواني لا منهم يروحون ولا ان واحد لازم يحط يده لهم حلو فقالوا عبد الله لازم تحطون يدينك نركب حنا بعدين تركب عاد قلت يلا حلو انا على نياتي واجي واقول كذا واركب اخوي سلطان واجي واقول زي كذا واخوي فهد يركب والناق قلبه تمشي بس اخواني ركبوا والبل ذا اللي جفلا يعني خاف فهمت؟ ايه وهي تهج فقعت اي والله العظيم وفي واحد مطير ورا اخر البل فاطر يعني سبيره في السن فهمت؟ وتعدي 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 يوم الدرهم فهمت؟ وانا اجيها يوم ايش معنى الدرهم؟ يعني تعدي بشي طخ 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 ما تجمع تجمع بدينا كل بوا تنقز فهمت؟ كيف؟ الدرهم الدرهم يعني كذا الدرهم يعني اربع ايدي لها لا الدرهم يعني زي كذا لا رجول يدهن يا اخي اسمعني هي الناقه يوم الدرهم زي كذا يوم تجمع كيف؟ تنقز بدينها وتعود تنقز بدينها بدينها ايوه معادلة استغبي يعني انا تعبت من الشرح والله ما استغبي قسم يا كلامك ما اوكي كانت الناقة درهم زين انا بعلمك بعد سالفة السلحفاة خلاص يعني تهرول يعني ايوه حلو فجت بالتعداني وانا امسك ايش ذيلها ولو رفصت رفشتني عقسك رمحتني ممكن ترمح ولكن انا يعني متعود على البلحات ورمحتني عادي امسك ذيلها وراها 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 اي تعبت والله اني تعبت تعب فحمت فحم قلت والله يا عبد الله اما انك تمسها وتركب على البل ولا انك تقعد على ذا الشيء وتمحم وتفكها والبل تروح ويمسك الليل احنا غتت وياكل هذي اكل هذي في رايحه المراح مراحنا قدامنا وش المراح هذي؟ مراحنا يعني عزبتنا فهمت؟ فوش صار وهي تعدي ذا وانا امسك ذا ونجر نفسي وانا اعدي بسرعه لين وصلت وحتى من البل وهي الدرهم ها وش سويت؟ قعدت عادي جنبها لين جت هي من عند الشعيب من عند محل المسيله اللي هي محل السيل فهمت وفي مرتفع وانا الوح على ظهرها
وروح مع اخواني. وركبت ظهرة. اي والله ركبت على الناقة. ونروح. اي ونروح ونروح. قبل ما ناصل عزبتنا البل ايش سوت؟ خلت عزبتنا على يسراها. وسيدة. اي قالت والله ما نوقف. والله انتم باقي شادة في ضلعة. نعم انا ورا واخواني على البل. حلوة. المهم احنا الحين وش صار علينا؟ تكسرت حيضاننا وتكسرت هي العلوم راحت ناقد عادي هو عظام طخ فهمت هذه الصدقه حقيقه ف وش صار اثر الوالد الله يحفظه لنا كان عند العزبه وشافنا فهمت ايه شافنا مروحين من نوق اللي عندك قامت تحان علينا تحان يعني تحن تعرف كيف ناقد تحن ايه يعني تشتاق لرايحه ايه تشوفنا تحن لنا ايه مشي مشي حلو خلينا نكمل إيه يعني مو تحن يعني تحن حنان والله اني ما يعني تحن فهمت كذا وش عرف ما في المصطلح هذي حقتكم والله قالت لك كذا خلاص اذا قالت لك كذا انتبه تعطيك ما احتاج تحن لا طيب بس ترى ما احكي ساكته اسمع فيوم يوم شاف البقام التحان ثلاث يوم هنا درن فيها بعد يوم تبين بالموتر بالنور وحط بالعائله يشوف المروح ها هجي احنا عذورها عيال عذورها وبي يجي وبي يرتدها يوم ارتدها وعاد احنا انا عاد نزلت من عندها ظهرها نزلت من فوق سلامه والعيال نزلوا كل ابوهم نركب مع ابوي ذاك النهار واحنا متكسرين وحمانين وتعبانين كله عشان ايش؟ عشان ايش؟ غفله بسيطه عنه فهمت؟ فدايم حاول انك ايش؟ ما تستضع في الشيء وما تغفل عنه، تحاول نظرك عليه، تفك ناقتك، تعاين ناقتك، لا تروح عنك. ترى بشوي يجيها تسلب ولا يجيها شيء يطيرها حاطه في الجو ما تعين. والله يسألني انا يعني احب الحيوانات. نعم بس انا بعد مثلك. يعني لما انا البل ما قد اختلطت فيه واجد لكن ان شاء الله. والله لو تختلط فيها انت تحس انها انسان. ها خلني اعلمك سالفتي انا، اعلمك سالفتي عن سلحفاتي. سلحفاتي يا طلمر السلامة في آخر أيام الأخيرة كانت تختفي عندنا في الحوش في بيتنا الحوش داير ما دار المهم إني جيت أدورها يعني قبل ما تموت أيام الأخيرة أدورها ما لقيتها وأفر عليها فر قد نص ساعة مدري ساعة لين آخر شيء لقيتها في آخر الحوش تحت الكفرات عندنا كفرات مستخدمة معدن أباها المهم الشاهد في الموضوع إني شليتها ورحت اسوي لها شاور كذا واروشها وادلعها وكذا وانبسط فيها تعطرها اي والله المهم يا طويل العمر والسلامه وبعدين فاني اخذها واحطها في الحوش خليتها تتشمس شوي واني اجيب لها خس وذي ابغى تاكل المهم مزرت ما ادري ايش فيها نص ساعه ساعه ما اكلت لقمه من الخس ولا شيء قلت يا ودي شلمها المهم واقعد بعدها ساعه ولا اكلت شيء الخس زي ما هو على ما خلقها ربي تاكل نبات هي بس ايوه هي ايش بيها المهم من طيب جرجير تاكل نعناع اي تاكل جرجير تاكل نعناع المهم يشلها وديها دكتور بيطري اي والله صدق قال والله انا يا اخي احس البيطري بس ليش للغنم وللبل بس احس كذا اسمع السالفه نفداك واني اشلها وديها عند دكتور بيطري المهم يا طلمر السلامه والله اني على ما اقول شهيد المهم فحص عليها بعدين قال عندها انسداد في الشهيه لا اي والله يا رب ما زل عليكم في حر واخذ ابره ويطق هنا في عند حراشبها في مكان زلها طبقها بابره قال اذا الحين هي ما تاكل ما انسداد شيء عندها بعد ساعتين مفعول الابره دي تاكل ما صدقت قلت يا دخلني اشوف شلون واخذها البيت واجلسها واحط عندها الخس الساعه الاولى ما اكلت شيء وانت جالس تراقبها اي والله الساعه الثانيه اروح فتره فتره الساعه الثانيه اني اشوف الخس ما ياكل منه شيء الساعه الثانيه هي الربع والله انها تطلع من ذي تاكل اكلت انبسطت يا ريس ايوه فرحت انها اكلت وايام خلصت لك الاطراف فمها خضراء واروح اغسلها اي والله صدق حلمي اشوف السلحفاه كل مره السلحفاه قال لي والله تشوفها رحت اغسلها وبعدها بكم يوم جونا خالاتي امي كانت تغسل الحوش وشلتها امي وبالغلط حطتها في المويه بالكلوركس حاطه مويه بالكلوركس امي وما دارت على نسيت وحطتها في المويه بالكلوركس انا ما كنت موجود رحت العب كوره في الحاره ارجع ادور السلحفاه ما لقيتها ادورها في الحوض اللي انا مسيله له وبيتها اللي في تراب ومي ما لقيتها امه وين السلحفاه قالت والله ما ادري انا حطيتها بعدين ذكر قالت حطيتها في حوض المويه اجي طالع في الحوض يا الربع اقسم بالله قد تفتفتت قد تحللت لونها ابيض صدفتها قد تفتفتت وقد بيضت وتجمد الدم في يدينا امد يدي يا رب يلا لا تنسحب اطالع فيها واتاثر وابكي واقول لهم ليش مش قتلتي يا ربي؟ قالت لا ما ادري ايش والله والله ذكرتني برنامج وصلني اقسم بالله واني اخذ فاين والفها وخلاص حزنت على قاعده ميس 3 سنوات يا رب عشره عمر اي والله والفها
وراح ادفن مع اخوانها الحيوانات في الارضيه اللي مقابل والله صار شكل المقبره اللي عندكم مقبره حيوانات. شفت الارنب احنا عندنا يوم كنا يمكن صغار تعرف يوم مفتوح في المدرسه تعرفه يوم مفتوح كنا نصار نجي نبيع تجاره نفس البزنس زي كذا فهمت. اجي انا فهمت انا واخواني نروح للمدرسه انا طبعا اشتري كرتون كيك شركه فلانيه ونجي حكي روحك عصير وخذ طاني حكي روحك اكل مسويينه في البيت شرب بس عادي نجي نبيع كل بقول الطلاب كذا كل الطلاب يجي اشتري من عندك ايه اشتري من عندك تشتري من عندي زي كذا بس انا كنت ابيعها بدبل سعرها اي هي كذا احنا بنص تبيعها بريال بريال تبيعها بريال زي كذا وانا ذكي ايش اسوي اجي اقول اسمع تاخذ لي ثنتين واحد يجيها مجاني فهمت يعني اكسب من وراهم بس نص ريال يعني كيكه بنص ها هذه بريال وهذه بريال ريالين صح الله. ياخذ ثلاثه مجاني فاستفيد نص بس اني ابيع فهمت بعت كسبت من وراء ذا دبله دبل الكرتون وكل بنا واخواني بيعنا مجموع حصيلنا كم 36 ريال ونص بقى معنا اغراض يعني ما بعناها كلها فهمت فسحه في يوم واحد اسمع في يوم واحد هي بس يوم مفتوح يجيك في الترم مره واحده يوم مفتوح الترم يوم مفتوح اي اي فبعنا 36 ريال واحد من اخوي الكبير كان ايش عندهم عنده ايش ارانب فهمت الله قالوا اخوي لازم اشتري ارنب ما مسكين معطيه عشرتي معطيه 10 ريال حقتي فرنسيه ولا ما ادري والله ما اعرفها فرنسيه ولا غيرها ويجي اخوي يكاسره قال والله اني ما قال بعطيك كل اللي معي قال كم اللي معك كله قال 36 ونص قال اجيبها يعطينا ارنب زين احنا مستانسين ارنب زي كذا فهمت ناخذه لا كذا يعني زي كذا فاخذنا الارنب زين حطينا عندنا كرتون في البيت حطيناه فيه حطيناه اكل حطينا كل شيء صرنا نلعب معه يوميا كيف نلعب عندنا لعبه سياره زين تحكم بها ركبونا عليه نسوي لا 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 محطين البيت ودراش وكل شيء بالكرتون مقصصينه ملزقين زي كذا مثلثيات ذي تعرفها مظبطين البيت ملكي وحتى فيه ممشى فيه زي كذا حبه من ايوه حاطين له زي البايك هذا عشان تلقى الموتر يدخل فيه فنحط الموتر وشان عندنا جوال قديم صغير احمر كذا نشغل الكاميرا فيه ونلزقه في السياره ونلحق الارنب كذا كان سياره كان فيلم فهمت ونطرد وندخل الموتر عليه في الذا فهمت ايه نلحقه زي كذا بعد خمس دقائق نطفي الجوال نشوف الفيديو فيلم اسطوري تعرف فيلم اسطوري كنا نلعب معه ونستونس وكانت واحده من بنات اختي من زوجة كبيره وعندها بنت زين كانت تيجي دايم وتشوف الارنب مستانسه عليه وحنا مستانسين مسوين عندنا ارنب وزي كذا فهمت لأن متعودين على العلب متعودين على الأشياء ذي يعني الحيوانات ذي ما أنا متعودين عليها فهمت؟ ومستنسين على الأرنب زي كذا وجاء يوم قال أبوي إيش؟ نبي ننظف بيتها نفلته من أول لآخر زين؟ يجي أبوي بالفليتوت إحنا نسينا الأرنب نسيناه بتاتن ويدخل أبوي كل مكان في بيتنا ويفلت زين؟ ويدخل على غرفتنا ويفلتها كاملة ويسكر عليها زين؟ إحنا نسينا الأرنب إحنا مستنسين من يفلت الصبر الله يعفي عنا كنا نجي عند العفاز كنا بخس نشوف يوم تموت طيب لا تستمتع ايه استغفر الله لأنه كان واجد مكدرة وزي كذا فهمت ايه بخينا بيتنا من أول لآخر زين كذا من ذكر الأرنب بنت أختي ذكرته متى بعد ربع ساعة ولا الأرنب هذا اللي ايه أنا نسيته وأمي تدخل عليه كذا أمي تلقاه زي كذا لقيته ميت وتاخذه وتحطه بكيس زباله وتنطله برا واحنا ما درينا عنه زين لو لحقته انا والله لا اخليه حتى لو انه ميت زين واجي ادور ارنب وين الارنب وين قالت امي ما تنطلته انا ما تعرف ما استوعبت تقوم تدور في واحد من اهلي الله يطول بعمره فهمت؟ ما ارنب قال لي نبكي انا واخواني ما ارنب خساره العشر ريال اعطيتها اخوي والله انكم استاذمتوا تدري على ارنب مشترينا اليوم مفتوح تعرف اليوم مفتوح على طاري يوم مضت على يوم على طاري الارانب انا ايه انا على طاري الارانب الايام الاخيره في الدراسه والله ما في يوم مفتوح على طاري الارانب انا يا طويل العمر السلامه الارانب كنت اقفز عندنا جدار 2 متر اقفز عند بيت جيراننا حلو وجيراننا يسارنا وفي يميننا جيران ثاني اليمين اللي قد علمتكم سالفتكم اصر من عندهم كفرات من الزلاجات ذي اليسارنا يا طويل عمر السلامة عندهم زي الخشب وفي ورق عنب شجرة ورق عنب حلو عنب المهم يا طويل عمر السلامة في عناقيد العنب توابات حلو واطالع يا الربع انا على الجدار اللي اشوف في غصن لا مو اطالع في غصن ما دخل اطالع في غصن قسما بالله اني لا
اجل كان انت قبل شيء تسولف ما قاعدين نتكلم. المهم اسمعوا والقى عش عصفور حلو عش بني الربع. المهم اطالع فيه ايش اسوي فيه العش ابو فيه صيصان قلت بلقى فيه صيصان والله الربع اني على ما اقول شيء والله شخصيتك تصغر حلو ايوه اصبر دقيق واقول 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 بالحديان كذا الله يكرمكم واجي وادهدفها صح كذا وانت في امها كسر على ايش؟ ما لنا دخل على ايش؟ على على الغصن ويطيح الغصن في الارض واقفز من الجدار 3 متر واقفز تعرف اذا ضربت في الارض تحس كهرباء تنعنش كل جسمك اقول كذا تكهربت كل جسمي المهم يا طويل العمر السلامه واقفز على طول واهجم على طول على العش اشوف اطالع العش ما في شيء قاعد افكفك فيه الا بالناس صغير وامسك ايه على اقسم بالله وامسك الرب واتامل فيه واشله بيدي اقسم بالله واطلع الجدار تغمص وانت تمشي على غاوز ماني متعمل الله لا يوفق عدو اسمع دقيقه مسكين ما يتحمل ترى يوم تمسك بشويه تغمصه المهم لا ما غمصت احاول تقدر اصبعي ما غمصه ويوم وصلت حوشنا اطالع فيه اشم يدي اللي والله قدها ريحه تريش وذا المهم اطالع فيه يقول ما باقي صغير زين والله لا يوفق باقي صغير انا عمري وقتها يمكن 7 سنوات باقي ولا 8 ترى هذا تصرف خطا صحيح معاذ اي والله انه خطا تصرف خطا والله خطا بس انه طيش اطفال تسويه طيش اطفال نعم المهم 7 سنوات الحين تذكر اي اي والله يقول لك الطفوله اغلبها ما تنسى مواقفها يا الربع هذا والصوص حلو ما ادري ايش جاني قاعد تلعب فيه كذا والله اني انا ما اقول شيء قلت بكذا قلت بس برقبتك ابى الف رقبته ابى العب معه فجاه اشوف قد يقول طفي سجل خروج رقد مدري ايش صار لي اجي اقول برقبته كذا يا رب اقسم بالله ثاني من ثقلت رقبه الاسبوع خلاص كذا طايق خلاص ولا تخرب السالفه المهم وقف والله الذي لا اله الا هو لا محمد يا السالفة لا محمد يا السالفة قطعتها انت انحسب عليك انت وياه هذه الحركة تجيبك ما عليه مقلب على الطاير حلو صح؟ مالي. لا لا مو بس ممكن تفقدون بعدين فيني يمكن اغصك بعدين حقيقي وتسموني يا مقلب واطيح عندكم والله تغص ما تغص الله يحفظك والله اكثر شخص يغص دائم وبغيت اموت مره قريب قبل ما ادخل قبل ما ادخل بثلاث اسابيع غصيت عند قلبي الله يحفظك سوي لي جنبي خبز ربك كاتب لك هذا الشيء من بطن امك ربك كاتب لك يمكن انت في برنامج البزنس اليوم 30 تغص ولا يجيك شيء لا كل شيء بيد الله بس هذه زيادة الحركة يتمثل عليها حديث الرسول لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا أنت قاعد تسوي كأنك تغص للحين وهاي الغصة مرض فلو جت غصة حقيقية يمكن بعضهم خلاص من كثر ما تسوي مقلب مع أيضا زايد الغصة مرض تعتبر مرض إذا هو قاعد أيضا زايد الغصة مرض ولا لا مالي دخل يتبلى بعمره من متى صارت مرض تتبلى على عمرك الله لا يجزيك إيه صح قصدك تفاول بالشرية المهم استغفر الله فأنت قطعت سالفتي فابشر بالخير وما بخلاف عادي ما عندكم مشكلة كمل صار لا خلاص انت لا والله نقوله والله ما نقوله حبيبي معاذ والله ما اقولها تعال انا بسال معك لا والله نقوله والله انا حلفت انت تقولها والله معاذ يا زلمة انا حلفت والله بقولها قلت ومن اليوم اسولف معك ولد فك معاذ طيب كنت تقولها والله انت تقولها ما بقولها ما بقولها والله انت تقولها والله انا اسف انا ما ابغى اسولف معاي خلنا لا 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 معاذ انت واحد زي من حاش ليه عشان صغير يعني عشان صغير صح لا بس انك رفع ضغطي لا عشان صغير منكم ينحاش عني خلاص حقي يا اخي ما ابغى اكمل سنة والله يوني ممكن اباضل اخلي الكاميرا علي يا رجل عشان صغير تنحاش عني قاعد ابث علي واسولف ذاك اليوم كنت رايح للبل المهم ما حد مهتم انت رايح للبل ولا يا عبد الله المهم اني رايح من برا دكاك ما مع اخوي الله يخلي لي اصغر مني بسنتين فتوجهنا انا وياه للبل كنا ايش عندنا استراتيجيه اصلا لا تسوي نفسك المجنون تسولف مع نفسك يا حبيبي قاطع سالفتي انا اسولف تقطع سالفتي اسمعي يا الورده انا كنت انا واخوي دايم كل صباح وبيعطينا 10 ريال لا والله الحركه ما هي حلوه نسيم البقاله والله ما هي حلوه فحنا شفنا استراتيجيه ان احنا في الصيف ونشتري مويه واجد قوارير فكان ايش اقول لكم تحتر وبعدين فلوسها تطير ما نشتري اكل وزي كذا
والله كل فانا انا عندي مخ عندي استراتيجي وش سويت؟ ما صار ونبى نرقد سوالف قاعد مع تليفون ومهرب ومنها ولا بك شو سالفه هناك ما اقدر اسولف هناك والله يا حركه شكل طلع شلون يطلع زو زو لا والله يد العاد ما اقدر ما اقدر والله ما انا خلاص انا خربت تقاطعني تقاطعني وانا اتكلم والله ما يحلو تعذرت مني لا لا ما مو عن تعذر انا من اليوم سامع لك سالفتين وجالس ومنسدح ومستمع لك جيد ولا قاطعتك انا يوم جيت فجأة تضحك تروح انت محمد سراج خلاص انا اتاسف والله الذي خلق الحركه انا اسف خلاص احنا اصدقاء احنا اصدقاء بس صدق ما خلاص احنا اصدقاء اي احنا اصدقاء بس ما لها سنة الحركه احنا اصدقاء صدق ما لها سنة يلا متى نروح نعود محلنا افضل لا لا نبغى نلعب هنا في الوسط ايش رايك نطلع برا نطحبل لا بالوناتي بالوناتي ما سوينا فيها شيء والله لا تجيبها تيرم 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 انت لا تتهمني بشيء وانا بري شكرا العام يا اخي تراك اذا ما اسلم جوالك ترك تطلع برايم بعدين يا اخي رح حط جوالك يا محمد منصور رح خذ جوالك حطه في مخبى نواف طارد ولا حطه في مخبى شو اسمه نايف الرفيدي ولا حطه مخبى خالد السلي خذ ولا يطلع برايم ولا تطلع انت في العام ما لك منهم رجوع إذا أنت ما كلهم الموضوع ترى ثالث علينا فهمتني صح؟ حياة حلوة والقوي يبقى قوي والنجم يبقى نجم تكفى يا أبو ناصر نبي كرك محمد ناصر تكفى يا ابو ناصر ابي كرك ها ايش يقول بتسوون ولا لا ها تراني ابي لي كرك صب لي بديك الله يطول عمرك ايه زانت الومك يا عايض والله توقعت انك بتمسخرهم لكن هم باتوك والخموك ما ادري ايش تقول لهم صح ولا لا بس لا يثرون عليك والله لا يثر عليك ولا شيء قهرني على اذا قهرني قهرك فيوش خيال البرصد يا ابوك يا اسبيزد كايا ابوك يا اصبي صدق ما عليك منهم ولا 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 تفكر فيهم طبيعي كذا حلقات النقد يا اخي انا بسكت عشان جاني على وتر منصور ها اللي معلم فين مزيد ما واحد واحد من الضيوف ما عليك منهم عايض انت من قومه هم مهتمين فيك كاتبين ملاحظه عايض زايد ما هذا الاسماء حقة المطبخ يعني انت برايم هذا من طالع فيه برايم مثلا انا 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 يعني من الاشخاص اللي اقوله والله في وجهك في جواك انت من الاشخاص اللي انت من الاشخاص اللي للنهائي للنهائي صورنا صورنا يا فيصل صورت لا ايه لا ما بي مالي نفس استغلوا وجهي في اكثر من كاميرا وقفت اروح هناك اصور ياخذ صوره لي من تويتر من جروب دعمي جوي اللي مع صرافه جوي احب حق الصرافه هذول احب ولد
مو غريب علي ذا والله. يا ويلك من خالد، يا ويلها من خالد صدق. ايه معاذ اسالك بالله، فريق دعمك جايب لك مكسرات؟ زاحفين والله. تعال عطني طيب، تعال عطني طيب. حلالي فريق دعم متاثر من المكسرات، وقفت على عايضه زايد ما يتاثر من وتر الجوال، ما الومك صراحه. معاذ عطني طيب، عطني عطني. الله لا يعطيك الجنة، استغفر الله يا رب. يجيبونك بدون تحيز، وانا اطلبك تعطيني ولا تعطيني، ويقولون شفت حركتك، شفت تستاهل ما جاك. والله لا علم خالد يا اتحداك تروح له، انا داخل. روح له بالمكسرات. هذه مشكلة اللي يمون على حلالك. قم قم قم، خلنا نطلع، خلنا نطلع تحت البث ذيك. والله كيف مرتاح يا خالد؟ والله بريح شوي، والله بجيك، والله بجيك. يلا خذ راحتك. اني بروح اعلمه ذا الحين. راح يرده. عايض اطلق حجاجك يا عايض. Safe.